بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب، نحن اليوم مع القسم الثاني من المحاضرة الثانية من تشريح الطرف العلوي، وقد أفردته للحديث عن أمر هام يسمى Auxiliary Walls، جدران الإبط. Auxiliary Walls، جدران الإبط. وكما ذكرنا في المحاضرات السابقة، كنا نتحدث عن السكيلتون وعن المسلز الموجودة في منطقة الشولدر، وقلنا حينها أن المطلوب دوما أن نحفظ ما نراه في هذه المحاضرة وألا نستبق الأحداث لنرى ما بعدها. وهنا أقول لكم أيضا، نحن اليوم مدعوون لمشاهدة ما فائدة ما حفظناه من العظام ومن العضلات لمعرفة الأكسلري وولز، فعلى بركة الله. طبعا في البداية لا بد من أن نستذكر سكيلتون بشكل سريع، ونقول أننا كنا قد شاهدنا في منطقة الأكسيلا أو منطقة الشولدر، كنا شاهدنا مجموعة من العظام، أهمها كان هو ستيرنم عظم القص، والريبس المتصلة به، الريب نمبر 1 والريب نمبر 2 إلى آخره، وكيف أن الريبس متصلة مع ستيرنم بما يسمى كوستال كارتيليجز، الغضاريف المفصلية، وكيف أن هناك عظم أمامي وحيد يسمى الكلافيكل لا يغطي الإبط من الأمام، فيبقى الأكسيلا إكسبوزد مكشوفا نحو الأمام، وكيف هناك في الخلف سكابيولا لوح الكتف، مثلث عظمي يحمي الكتف من الخلف ويتمفصل لاترالي مع الهيد أوف هوميروس الذي هو سكيلتون أوف ذا أرم، المجموع العظمي أو الهيكل العظمي للعضد. وهنا نلاحظ وجود هذه المسافة المهمة جدا التي تسمى الأكسيلا، المحصورة بين الترنك الجزع وبين الأبر لمب، التي هي مدخل إلى الطرف العلوي. وسأريكم عدة مشاهد لهذه الأكسيلا لكي نزداد استيعابا لحدودها. وهنا نرى كيف أنها من الميديال يحدها الثوراسيك وول، جدار الصدر، ومن الأوستيريور هناك السكابيولا، ومن اللاترال هناك الهوميروس، ومن الأمام مبدئيا هناك فراغ، وهناك منطقة أيضا من الأعلى هي الأبيكس محصورة بين الكلافيكل وبين الريب نمبر 1، هذه الحدود العظمية نشاهدها من جديد، أبيكس قمة محصورة بين الضلع الأول وبين الكلافيكل، في عندنا البيس في الأسفل سنراها لاحقا، عندنا أربع جدران لهذا الهرم هي الأكسيلاري ووز. بداية نركز على أهم جزء من الأكسيلا الذي هو الأكسيلاري إنلت، والذي أستطيع اختصاره لكم بكلمة، كلمة سبكليفيان. هذه الكليفيوس كلافيكل، هذه الكلافيكل الترقوة، وهذا الضلع الأول، ونحن بحاجة دوما بشكل منطقي. عزيزي الطالب، لا تزعج نفسك بالتفكير والحفظ، لا، الطرف العلوي بحاجة إلى النيرفز وبحاجة إلى بلاد سبلاي. النيرفز تأتي من الفيرتبرا، والبلاد سبلاي يأتي من الهارت كما ذكرنا في المقدمات العامة. فالهارت موجود هنا أمام الفيرتبرا داخل الصدر، لذلك الأوعية لابد لها vessels must come to the upper limbs under the clavicle، لابد لها أن تمر تحت الكلافيكل، ولذلك سمت subclavian، والكلافيكل هنا موجودة لحمايتها. وأما النيرز فهي أيضا مجبرة على القدوم من الخلف للمرور تحت الكلافيكل حتى تدخل إلى upper limb، فهذا ما يسمى الأكسيلاري إنلت، والتي يحد هذه الأبيكس من الأعلى الضلع الأول من الجهة الأنسية، تقع هي إلى وحشي منه، وهناك الكلافيكل من الأمام، وهناك الحافة العلوية الاسكابيولا، مثلث بسيط يشكله هذه العظام الثلاثة، الريب نمبر 1 والكلافيكل والاسكابيولا، حتى يصبح لدينا المدخل الإبط. مقطع مستعرض ترانسفيرس سكشن في الأكسيلا هام جدا، يرينا الريبس
من الجهة الميديال ويورينا الهوميروس من الجهة اللاترال. وهنا أعود فأذكركم أن الهوميروس كان فيه جريتر توبيكل، جريتر توبيكل موجودة في الجهة الوحشية، وكان فيه أيضا لسر توبيكل موجودة في الأمام، وهناك جروف بينهما، وأن السكابولا يتوضع في الخلف، أما بالأمام فلا يوجد عظام. أما العضلات الموجودة فهي عضلات تعرفونها جميعا، أذكركم بها: بكتوراليس ميجور، بكتوراليس ماينور، تنتين من الأمام ومن الخلف، سكابولا والسبسكليفيان مصل. وسنرى لاحقا أيضا ما هي بقية العضلات، نحن الآن لسنا في صدد تعدي هذه كلها. ومن الجهة الميديال هناك الريبس وهناك الريسيريس أنتيريور. ما هي الملاحظة التي نراها هنا؟ نرى ملاحظة هامة جدا: الأكزيلا محمية من الجهة الميديال بعظام وبجدار صدر، محمية من الجهة البوستيريور بسكابولا قوية وعضلات، محمية من الجهة اللاترال بعظم ضخم هو الهوميروس، ولكن الأكزيلا من الأمام ضعيف ومكشوف. فما هو الحل؟ ما هو الحل؟ الحل هو أن نشاهد مع بعضنا ما يسمى الأنتيريور وول أوف ذا أكزيلا، والذي قد يخطر لبعضكم أنه عبارة عن عضلتين فقط كما ذكرنا سابقا، وهذه العضلات ليس لها القوة ولا الكفاءة في الحماية طبعا للمقارنة بالعظام. فما هو الأنتيريور وول؟ سنرى أنهم يقولون أنه يتألف من بكتوراليس ميجور ومن كلافي بكتورال فاشيا. ما هذه الفاشيا؟ سنتحدث عنها بإسهاب بعد قليل. هذه الفاشيا تتضمن ضمنها البكتوراليس ماينور وأيضا العضلة الصغيرة السبكليفيوس. ما هي هذه المكونات؟ أولا أضيف إلى معلوماتكم البكتوراليس ميجور. البكتوراليس ميجور هذه العضلة الضخمة ليست بنفسها قادرة على حماية الأكزيلا، لذلك الله عز وجل الفاشية الخاصة بها جعلها سميكة وضخمة. هذه الفاشية بكتوراليس فاشية كما ترون هنا لها أهمية خاصة في الحماية أولا. ثانيا ألياف العضلة بكتوراليس ميجور التي تنشأ منشأ عريض جدا، عندما تصل الأكزيلا تتجمع في طبقات كما ذكرنا، الأقسام العلوية تبدو في الأمام والمتوسطة في الأسفل والسفلية تصبح في الأعلى، فتصبح منطقة الأكزيلا سميكة من تتسمك العضل الحزمة الوعائية فيها. إذا أولا بكتوراليس فاشيا، ثانيا بكتوراليس ميجور مصل، وهي مصل كما ذكرنا تتجمع بالأكزيلا لتصبح سميكة زيادة في الحماية. ولكن الشيء الأهم هو تحت البكتوراليس ميجور، حيث أن الله عز وجل حبى هذه المنطقة بلفافة جديدة استثنائية. كنا قد ذكرنا في مقدمات العامة، وأدعوكم هنا للعودة إلى تلك المقدمات ومتابعتها، أن جسم الإنسان مرتب كما يلي: سكين، طبقة سطحية سكين، تحتها شحم يسمى سوبرفيشال فاشيا، ثم تأتي تحتها المسلز مغطاة بالفاشيا الضخمة كما شاهدنا في الصورة السابقة. إذن هنا كان في سكين، كان في تحته فات، هو سكين سوبرفيشال فاشيا كما نرى هنا في هذه الصورة، ولكن العضلات ليست مباشرة مع الفات، هناك فاشيا تسمى ديب فاشيا تحد المناطق وتحميها. هذه الفاشيا لها استثناء في هذا المكان، فتظهر فاشيا عميقة تحت العضلات تسمى كلافي بكتورال فاشيا، وهي فاشيا هامة جدا كما ترون هنا في مصل صغيرة تسمى سبكليفيوس، وهنا في مصر أيضا ثانية بكتوراليس ماينور، ولكننا نراها وقد احتوتها لفافة ضخمة تنشأ من الكلافيكل وتذهب باتجاه الهوميروس. هذه العضلة قسمتها إلى قسمين. هنا يوجد كما نرى الكوراكويد بروسيس الذي هو الانسيرشن اوف بكتوراليس ماينور، مرتكز العضلة بكتوراليس ماينور على الكوراكويد بروسيس الناتئ الغرابي، وكيف انقسمت هذه الفاشية إلى قسمين سنراها في صور لاحقة. هذه الفاشية كما ترون هذه الكلافيكل، وهذه العضلة السبكليفيوس تنشأ من السبكليفيوس تكون محتوية لها وتسير باتجاه البكتوراليس ماينور في هذه المنطقة. في هذه المنطقة تسمى هذه الفاشية كوستو كوراكويد ليجامنت، كوستو كوراكويد فاشيا النيجامنت، لأنها محصورة بين الأضلاع وبين الكوراكويد، ثم تحتوي البكتوراليس ماينور ثم تذهب باتجاه الهوميروس.
هذه المنطقة تسمى الـ suspensory ligament of the axilla، الحزام أو الرباط المعلق للإبط، ولكن نسميها هنا في هذه الصورة clavicular fascia. سنراها في الصورة الثالثة. هذه الصورة هي صورة أمام لمقطع ساجيتال. هذا المقطع من النادر أن أستعمله، مقطع يسمى مقطع ساجيتال، مقطع سهمي، يعني مقطع يمر في الكتف وفي منطقة الإبط، حيث نرى أن الجدار الخلفي قوي ومدعوم بسكابيولا وبعضلات، ولكن أيضا هناك جدار أمامي مقوم من عضلتين، والله عز وجل قام بدعمهما بهذه الفاشية. هذه الفاشية هامة جدا. أولا احتوت السبكليفيوس مصل، لاحظوا هذه المصل الصغيرة، وسارت باتجاه الدكتوراليس ماينور. هذه الفاشية تسمى كوستو كوراكويد ممبرين في هذا المكان، ثم تحيط بالدكتوراليس ماينور وتذهب باتجاه الهوميروس، وهناك جزء بهذا المكان تسمى suspensory ligament of the axilla. suspensory ligament of the axilla نراها مرة أخرى بجهة الميديال، أنسي الدكتوراليس ماينور، أنسي الدكتوراليس ماينور ووحشي الدكتوراليس ماينور، والمقطع كما شاهدنا في الصورة السابقة مرة في هذا المكان، فشاهدها في مكانين، ولكن يجب أن ننتبه هنا أن هناك في الجهة الميديال هناك فيها ثقب كبير، وهذا يدل أن هناك وعاء هاما سيمر من هنا. حيثما وجدتم ثقبا أو فسحة مهيئة مسبقا يجب أن تحضروا أنفسكم لتعلموا أن هناك وعاء ما سيمر من هذا المكان. لماذا؟ لأن الأعصاب ليست بحاجة لشيء ليمررها. العصب يستطيع أن يخترق أي فاشية، ولكن عندما نجد فتحة فسنقول أنها معدة لشريان، وهذا ما نراه في هذه الصورة التوضيحية النهائية التي ترون فيها بكتوراليس ميجور وقد استؤصلت، وهذا التندون تبعها، ولاحظوا سماكة التندون يساهم في الحماية، وكلافي بكتورال فاشيا الهامة جدا التي تنشأ من الكلافيكل وتنتهي بالهوميروس. هذه الفاشيا قسمين، قسم أول يحتوي السبكليفيوس ويمر باتجاه البكتوراليس ماينور يسمى كوستو كوراكويد ممبرين، وفيه ثقب واضح، فيه ثقب واضح لمرور وعاء هام سنذكره لاحقا، وهناك بكتوراليس ماينور. بينه وبين الهوميروس يبقى القسم الثاني من الكلافيكتورال فاشيا، والذي يسمى suspensory ligament of the axilla، وهنا تسميه هذه المرجعية attachment of fascia to floor of the axilla، ارتباط الفاشيا إلى مركز الليبيتو، سنراه لاحقا كيف يتعلق بها. أما الجدار الخلفي وهو جدار كما ذكرنا قوي ولكنه قليل الأهمية من الناحية الحماية، ولكن له أهمية خاصة بأي شيء. هل هي في عضلاته الثلاث التي هي سبسكابولار وتيرس ميجور واللاتسامنس دورسي، أم من الفسحات الهامة التي ذكرناها؟ إذا أنتم تذكرتم أن هناك فسحتين، فسحة ميديال مثلثة، ميديال قريبة إلى سكابولا، أنا أميل لتسميتها فسحة سكابولار، وهناك فسحة كوادرينجولار مربعة، هذه فسحة مربعة لاترال، أنا أسميها وأميل لتسميتها هيومرال سبيس. إذا هناك فسحتين، فسحة مربعة وفسحة مثلثة، فسحة وحشية وفسحة أنسية، فسحة في جهة قريبة من هوميروس وفسحة في جهة قريبة من سكابولا، موجودة أين؟ في الجدار الخلفي. ركزوا معي لتلاحظوا كيف أن اللاتسامنس دورسي كانت خلف التيرس ميجور، نحن ننظر للأمام، ثم تلتف لتصبح أمامها. هذا هو الجدار الخلفي للأكزيلا، والتي تضيف له المراجع أيضا long head of triceps الذي شكل الفسحتين. أما الجدار الأنسي والذي هو يعتبر أكبر الجدران ولكنه أقلها أهمية، لأنه لا يتبع للأكزيلا، إنه مجرد جدار مجاور للأكزيلا، هو يتبع للجسم، فلن نذكره الآن إلا بالعضلة الوحيدة التي تهمنا التي هي سيراتوس أنتيريور، سيراتوس أنتيريور التي ذكرناها سابقا، ولكن نقول لكم أن هذه سيراتوس أنتيريور لها عصب هام جدا يتوضع في هذا المكان، ركزوا عليه وجهزوا أنفسكم لتحفظوه لاحقا. أما الميديال وول كله رغم ضخامته فهو ليس له أهمية قصوى في الأكزيلا، وسنرى كيف أن الأوعية الصادرة له أوعية بسيطة ليس لها أهمية مقارنة
الجدار الأمامي والجدار الخلفي. أما الجدار الأهم بين الجدران الأربع فهو جدار الوحشي. فالجدار الأمامي هام بما فيه من تراكيب، والجدار الخلفي هام بما فيه من فسحات، والجدار الأنسي هام لأنه الأكبر دون فائدة. أما الجدار تشريحيا الذي يرتبط بالطرف العلوي فهو الجدار الوحشي الذي عبارة عن يتكون من الجزء العلوي من الهوميروس، ولكن بأي شيء بالجزء الخاص منه الذي يسمى باسيبيتال جروف. فهذه هي جريتر تبيركل، وهذه هي الليستر تبيركل، وهذا هو الكريست اوف جريتر تبيركل، وهذا هو الليستر تبيركل، وهذا الكريست تبع مخبى هنا. ونلاحظ كيف ان اولا على الكريست اوف جريتر تبيركل ترتكز البكتوريالس ميجور مقطوعه كامله، وكيف ان الاتسمس دورسي التفت من الخلف واصبحت في الوسط، والترس ميجور تبقى في الخلف ويبقى هذا المكان. وهذا هو القسم الذي هو اهم ما في الاكزيلا لانه سيؤدينا الى الابر لمب الذي هو محور دراستنا. ننتهي من الاكزيلا بمشاهده قاعده او ارض الاكزيلا التي هي من الامور التي حبانا الله عز وجل بها من اجمل ما يمكن ان نراه في جسم الانسان من تراكيب. ولاحظوا كيف ان هذا الاكزيلا مهما بلغ من العمر الانسان ومهما ترهل جسمه نرى العجائز اجسامه مترهله وجلوده مترهله، ولكن يبقى الاكزيلا معلقا ومرتفعا نحو الاعلى لان هناك رباط يحافظ على هذه الدوم، هذه القبه التي هي عباره عن قبه قاعده الابط التي عباره عن طيه خلفيه وطيه اماميه وبينهما قبه. هذه الارض لولا الكلافيكولار فاشيا لما استطاعت ان تصبح نحو الاعلى. وهكذا نكون قد انهينا دراسه الاكزيلاري وولز. وستتساءلون الان جميعكم ما هي العناصر والاوعيه التي تمر بها. كما ذكرت لكم انا اقدم لكم التشريح بطريقه ان شاء الله تعالى جديده. لا تفكروا الان بماذا يمر، فكروا فقط بالسكيلتون، فكروا بالمسلز، والان فكروا بالبوردرز والوولز اوف ذا اكزيلا وهي سهله جدا، واحفظوها. ثم لاحقا سنرى ان الاوعيه ستكون باذن الله تعالى اسهل مما اعتدنا عليه سابقا في الدراسات التي تجمع كل شيء بمكان واحد. وان شاء الله تعالى نلتقي في المحاضره الثالثه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.